سائل يقول: التجارة ما هي النسبة الشرعية في المكسب؟ هل هي على حسب السوق أم هناك نسبة شرعية في الكسب؟ الكسب حسب السوق، إذا كان سبب ارتفاع السعر بسبب قلة السلع وكثرة المستهلكين هذا لا اعتراض عليه، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان سبب ارتفاع السلع تلاعب التجار وتلاعب الناس هذا يمنع، لأن هذا فيه إضرار وكذب على الناس. نعم.